السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله السيطره على ابار الحاف الويل كونترول كورسز وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان باد براكتسز During كول اويل الممارسات السيئه او الخاطئه خلال عمليه قتل البير دائما نقول ونكرر انه اثناء قتل البير عندنا قاعده ذهبيه البوتم هول برشار كونستانت ولا بد اني اعرف جاي يستخدم اي طريقة لقتل البير وفي اي مرحلة اذا لابد من فهم السؤال حتى نتجنب حدوث المشكلة ونعيد ونكرر نشغل المضخة او نطفئ المضخة نغير سرعة المضخة بي SPM بالزيادة او النقصان لابد انه نحافظ على الشت ان كيسينج برشر كونستانت حتى نحافظ على البتمول هول برشر كونستانت لا ننسى عدنا ضغطين القاتل لكل مدويت من السطح الى الدقاقة وعندنا جدول تتبع الضغوط اللي نسميه الستيب داون برشر وهذا يمثل في اي مرحلة من مراحله انه البتم هو البرشر يكون عندك كونستانت اي اجراء خاطئ او نثبت ضغط غير الضغط المطلوب هذا يؤدي الى حدوث مشكلة ويكون اجراء خاطئ wrong اكشن ولا ننسى اثناء الضخ لابد انه نثبت معدل الضخ الاس بي ام يعني ليس في منتصف المسار ونغير الاس بي ام لان هذا يترتب عليه مجموعة حسابات وتغييرات لذلك في حالة التغيير والاستمرار على نفس الحسابات القديمة يكون عندنا شيء مغلوط تكون حسابات خاطئة هسة نجي كلينج باد براكتس البروسيجرز والكوركت اكشن الاجراء الصحيح والرونج اكشن الاجراء الخاطئ وات هابند ماذا حدث effect on بتم هول pressure وتاثير ذلك على البوتم هول pressure اولا برينج بامب اب to كل speed يعني اثناء رفع المضخه الى معدل القتل الوضع الطبيعي او الاجراء الصحيح الدرول باي بيزيد والكاسينج برشر كونستانت الاجراء الخاطئ او الرونج اكشن انثبت الدرل بايب يعني كونستانت بايب وهذا ينجم من فتح الخانق طبعا فتح الخانق يؤدي الى نقصان بالبوتم هول برشار ثانيا انكريز بامب speed يعني زيادة سرعة المضخة وهذا الشيء اللي هو زيادة سرعة المضخة تؤدي الى رفع قيمة الاس بي ام ورفع قيمة الاس بي ام تؤدي الى زيادة الدرل بايب والكونستنت للكيسينج براشار لو انه نعمل رونج اكشن اجراء خطأ نحافظ على الدرل بايب يعني كونستنت درل بايب وهذا ينجم من فتح الخانق وبالتالي يؤدي الى نقصان قيمة البتم هول براشار يعني Decrease in بتم هول براشار ثلاثة Decrease pump speed يعني انخفاض سرعة المضخة اللي هو تقليل الاس بي ام الوضع الطبيعي الدرل بايب يكون عندي دروب بي ينقص والكيسينج برشر يكون كونستنت طبعا الرونج اكشن كونستنت درل بايب نحافظ على قيمة الدرل بايب وهذا ينجم من غلق الخانق شوك كلوز وبالتالي يؤدي الى زيادة البتم هول برشر خلي نثبت عندنا قاعدة كل فتح خانق يعني نقصان بالبتم هول برشر وكل غلق للخانق يؤدي الى زيادة البتم هول برشار اربعة في سيركليشن درلر ميثود الدورة الاولى للحفار وفيها نحافظ على قيمة ضغط انبوب الحفر بقيمة الاي سي بي الانيشال سيركليشن برشار اما قيمة الكيسنج برشار تزداد وهذا اجراء طبيعي نتيجة صعود الغاز لانه مرحلة التنظيف الاجراء الخاطئ نحافظ على قيمة الكيسنج برشر كونستنت كيسنج برشار كونستين وذلك عن طريق فتح الخانق هذا يترتب عليه او ينجم عنه نقصان بقيمة البتم هول برشار لو تلاحظون انه دائما نعمل كونستنت بالرونج اكشن فقط للزيادة والنقصان خمسة الدورة الثانية للحفار السكند سيركليشن اللي هو الكل مودويت نضخها من السطح الى الدقاقة الوضع الطبيعي لدرول بايب برشار يكون بيدروب من قيمة الاي سي بي الى الاف سي بي اما الكيسينج برشر يكون بكونستنت لانه نحافظ على الجزء المتجانس هذا الكاركت اكشن اما الرونج اكشن نحافظ على قيمة الدرل بايب يعني كونستنت درل بايب وذلك عن طريق الغي الخانق مما ينجم عن ذلك زيادة بالبتم هول برشر بالدورة الثانية للحفار والكل مدويت نضخها من الدقائق الى السطح يعني السكند Circulation كل مود ويت تو Surface بيكون بي الدرل بايب بقيمة الاف سي بي اما الكيسنج برشر يكون بي دروب. وهذا اجراء طبيعي نتيجة لصعود الكل مود ويت بالانيولاس الاجراء الخاطئ نحافظ على قيمة الكيسنج وذلك بغلغ الخانق Choke كلوز مما ينجم عن ذلك زياده بقيمه البتم هول برشار سبعه طريقه المهندس يعني ضخ كل مدويت من السطح الى الدقاقه عند الدرول بايب يصير بيدروب من الاي سي بي الاف سي بي الاجراء الخاطئ نحافظ على قيمه الدرول بايب يعني كونستانت درول بايب وذلك بغلق الخانق مما يؤدي الى زياده قيمه البتم هول برشار ثمانيه طريقه المهندس من الدقاقه الى السطح وعندي حالتين عند يعني طبعا عندي الدريل بايب ثابت بقيمة الاف سي بي اما الكيسينج برشر عندي حالتين عندي بوجود الغاز يؤدي الى زيادة قيمة الشت ان كيسينج برشر بوجود الكل مود ويت يؤدي الى انخفاض قيمة الكيسينج برشر الرونج اكشن نحافظ على قيمة الكيسينج برشر طبعا بوجود الغاز نفتح الخانق مما ينجم عن ذلك نقصان بقيمة البتم هول برشر طبعا بوجود الكل مود ويت نغلق الخانق مما يؤدي إلى زيادة بقيمة البتم هول برشار تسعة الطريقة الحجمية الفوليومتريك ميثود طبعا نفس الدورة الأولى للحفار يعني كونستانت تدريل بايب والكيسينج برشار يزيد الرونج أكشن نحافظ على قيمة الكيسينج برشار كونستانت كيسينج وذلك عن طريق فتح الخانق مما ينجم عن ذلك نقصان بقيمة البتم هول برشار طبعا هنا عندي الشت اندر درل برشر وعندي ضغط الغلق للانيولاس اللي هو الشت ان كيسنج برشر وهنا عندي غاز ان فلاكس او غاز كيك وهنا عندي البيت جين مقدار الزياده بالتانكيات هسه ناخذ مجموعه اسئله والسؤال الاول وين اس بي ام از انكريزد دورينج ا كول وات شود هابن تو كيسنج برشر تو كيب بوتم هول برشر ستدي اعطينا ثلاثة اوبشنات A B C الخيار A الكيسنج برشر يزداد والخيار B الكيسنج برشر ينقص الخيار C الكيسنج برشر يبقى ثابت طبعا مع معنى السؤال خلال عملية قتل البير وتم زيادة قيمة ال ام ماذا سوف يحدث لقيمة الكيسنج برشر حتى نحافظ على البتم هول برشر كونستنت الجواب الصحيح هو نحافظ على قيمة الشت ان كيسنج برشر كونستنت اذا الاوبشن الصحيح هو الاوبشن سي. ولو نرجع للجدول هنا انا عندي رفع الاس بي ام يعني زيد الاس بي ام خلال عملية قتل البير اذا الاجراء الطبيعي الوضع الطبيعي correct اكشن نحافظ على قيمة الشت ان كيسنج برشر كونستانت حتى نحافظ على البتم هول برشر كونستانت السؤال الثاني During the phase circulation of the driller method the mud pump develops a leak If the choke operator maintains constant drill pipe pressure, what will happen to bottom hole pressure? Will option A increase? Will option B constant? Will option C decrease? طبعاً معنى, معنى السؤال خلال الدورة الأولى للحفار حدث عندي فشل بالمضخة والشخص العامل على الخانق ثبت قيمة drill pipe اتفقنا سابقا عند حدوث فشل في المضخة ينجم عن ذلك انخفاض قيمة الدرل pipe pressure والكيسينج برشر هنا صاحبنا شنو سوى حافظ على قيمة الدرل بايب يعني سد التشوك وسد التشوك يؤدي إلى زيادة البتمهول برشار إذا الأوبشن الصحيح والأوبشن أي السؤال الثالث after a kick the drill pipe اند and casing ستارت start to build up but before stabilizing they suddenly drop what of the following situations may have occurred ونعطيني ست اوبشنات طبعا معنى السؤال بعد حدوث الرفسة كل من ضغط الدريل وايب والكيسينج برشر بدا بالصعود ولكن قبل ان يستقر حدث عندي هبوط مفاجئ برايك ما هو سبب حدوث الهبوط طبعا الجواب هو هو حدوث تشقق بالفورميشن نتيجة للضغوط العالية اذا الاوبشن الصحيح والاوبشن اي اويك فورميشن هاز broken داون اذا الاوبشن صحيح والاوبشن اي لو نجي لبقية الاوبشنات عنده واش اوت بالسترينج وهذا الاوبشن ما يتاثر الكيسنج برشر ولا يتاثر البتم هو برشر يكون عنده فقط دروب بقيمة شت ان البايب برشر اما الاوبشن سي بروبلم وذ ذا جيتس يعني عنده مشكلة بالجيتات وهنا أنا استبعد هذا الجواب لانه الهبوط حدث في ان واحد بقيمة شت ان درو البايب برشر والكيسنج برشر بعد ما استقروا اما الاوبشن دي انيولس هاز باكت اوف وينجم عن ذلك تكون عندي قيمة شت ان كيسنج برشر تساوي زيرو اذا نستبعد هذا الجواب اما الاوبشن اي والاوبشن اف بعيدة عن الاجابة الصحيحة اذا الخيار الصحيح هو الاوبشن اي السؤال الرابع The chalk is gradually closed to compensate for a sitting washout. What effect does the gradual closing of the choke have on the bottom hole pressure will option A increase will option B stay the same will option C decrease طبعا معنى السؤال حدث عنده واش اوت بالسترينج وتم غلق الخانق تدريجيا حتى نعوض الفقدان الحاصل في ضغط انبوب الحاف. طبعا هذا الغلق التدريجي ماذا ينجم عنا على ضغط قاع البير على البيتم هول برشار ادوث الواش اوت عندي فقط يتاثر قيمه شتن درل بايب برشر يعني ينخفض

تو هول برشار اوبشن اي انكريز والاوبشن بي ديكريز طبعا معنى السؤال اثناء قتل البير حدث عنده هبوط بضغط الستاند باي برشار وكذلك تم غلق الخانق حتى نعوض النقصان الحادث في الضغط ماذا سوف يكون تاثير ذلك على البتم هول برشار طبعا نفس السؤال اعلاه وتكررت نفس الفكره اذا الأوشن الصحيح والاوبشن اي الجواب سوف ينجم عن ذلك زياده بالبتم هول برشر اذا الاوبشن الصحيح والاوبشن اي السؤال السادس هو <applause> would choke plugging be recognized during a اوبريشن operation اربع اوبشنات طبعا معنى السؤال كيفيه التعامل مع حدوث choke plugging اثناء عمليه قتل البير وقلنا ذلك عن طريق الاستمرار بفتح الخانق حتى نتخلص من الضغط الاضافي نتيجه الانسداد وارجاع الضغط الى وضعه الصحيح طبعا احاول اتخلص من جزء من الضغط المحصور انه قد تسبب مشكله اخرى اذا الاوبشن الصحيح هو الاوبشن بي الاستمرار بفتح الخانق حتى نحاول نرجع الضغط الى قيمته الصحيحه قبل حدوث الانسداد السؤال السابع: killing <آح> the whale at 40 SPM with 750 BSI pump pressure if SPM was increased to 50 and pump pressure held constant at 750 BSI it would happen to bottom hole pressure? choose one answer: option A increase, option B stay the same, or option C decrease. السؤال السابع: أثناء قتل البير وكان عنده ضغط المضخة 750 بي اس اي و40 اس لو انه تم رفع الاس بي ام من 40 الى 50 يعني زيادة وضغط المضخة بقى ثابت 750 بي اي ماذا سوف ينجم من ذلك على البتم هول برشار أنا حافظ على الضغط وذلك بفتح الخانق لأنه الأمر الطبيعي رفع معدل الضخ يؤدي إلى رفع ضغط المضخة اذا فتح الخانق يؤدي الى نقصان ضغط قاع البئر اللي هو البتم هول بريشر اذا الجواب الصحيح هو الاوبشن سي السؤال الثامن What is the effect on بتم هول بريشر اف ذا following actions ار تيكن during ا ويل كول طبعا معنى السؤال عندنا مجموعه اكشنات خلال عمليه قتل البئر ماذا سوف يحدث للبتم هول بريشر لو انه السؤال أي if SPM is increased from 20 to 30 while list holding drill by pressure constant. تم زيادة الـ SPM من 20 إلى 30 محافظة على ضغط أنبوب الحافر constant طبعاً نفس السؤال على يعني تم فتح الخانق وبالتالي الـ bottom hole سوف يحدث بـ decrease يعني نقصان إذا الأوبشن الصحيح هو decrease. السؤال الثاني: كل mud is pumped تو وايل هولدينج درل باي برشر كونستانت يعني ضغطين القتل من السطح الى الدقاقه الوضع الطبيعي يحدث عندي دروب بالاي سي بي الى الاف سي بي بقيمه الدرل بايب الاجراء الخاطئ حافظ على قيمه الدرل بايب برشر كونستانت يعني تم غلق الخانق مما ينجم عن ذلك زياده بالبتم هول برشار السؤال التاسع A gas kick كيك از circulated out اوت وين ذا غاز ستارتس going ثرو ذا تشوك Operator doesn't touch the choke control. Bottom hole pressure will the option A increase B decrease C stay the same. طبعا معنى السؤال يتم تدوير رفسة غازية خارجا الغاز جاي يمر من خلال الخانق الشخص العامل على الخانق لم يلمس الخانق يعني تركه وشأنه ماذا سوف ينجم عن ذلك على البوتم hole pressure؟ طبعا اثناء خروج الغاز من الخانق انه الكيسنج برشر سوف يقل لانه الرفسة الغازيه جاري خروجها وجاي يقل تاثيرها على الخانق لذلك الاجراء الطبيعي اغلق الخانق حتى نحافظ على البتم هول برشر كونستانت اللي صار تم ترك الخانق بدون غلق مما ينجم عن ذلك هو نقصان في قيمه الكيسنج برشر يعني نقصان في قيمه البتم هول برشر اذا الاوبشن الصحيح هو الاوبشن بي

and the torque is closed. The option A increase, the option B decrease, the option C stay the same. السؤال العاشر جاري تدوير رفسة غازية باستخدام طريقة الحفار الدورة الأولى وبعد إنهاء الدورة الأولى كانت عندي قيمة ال FCB 600 PSI ومعدل التدوير 200 جالون بيرمنت وطين القتل جاري الصعودة بالأنيولاس ماذا سوف يحدث لضغط البطانة لو أنه تم إيقاف التدوير وتم قلق الخانق طبعا غلق الخانق طبعا غلق الخانق وخصوصا الغاز لم يخرج بالكامل يعني وجود كميات من الغاز بالانيولس لحظه غلق الخانق مع وجود هذه الكميات التي سوف يزداد تاثيرها على الخانق كلما اقتربت منه مما يؤدي الى عمل باك برشر فان ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع قيمه ضغط البطانه اذا الجواب الصحيح هو الخيار اي increase إن إن انا عندي سؤال Homework during gravel well cooling wash out developed in the string and the operator hole casing pressure constant what is the effect on this reaction on bottom hole pressure a increase b decrease c stay the same عن خلال عملية قتل البير معنى السؤال حدث عنده wash out بالسترينج المشغل حافظ على ضغط الكيسينج برشر كونستانت ماذا سوف ذلك يؤثر على البتم هول برشر طبعا اقرا السؤال بدقه وفكر به وحل السؤال على إعطاء السبب وننتظر الجواب بالتعليقات <applause> إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله